لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الأحبة، ها نحن نقترب من دخول شهر رمضان، ها نحن على أبواب هذا الشهر العظيم، هذا الشهر الذي يتزيد الكون كله فرحا بقدومه، هذا الشهر المبارك الذي خصه الله عز وجل وميزه وفضله على سائر الشهور، ومن به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمنح وعطايا عظيمة. هذا الشهر موسم الطاعات والتجارة في الحسنات، هذا الشهر العظيم الذي جعله الله عز وجل موسما بالخيرات يتسابق فيه أولو النهى والعقول الذين يتاجرون التجارة الرابحة ويسعون إلى نيل رضا الرب جل وعلا. هذا الشهر الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يدعون ربهم عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم ربهم ذلك الشهر، فإذا من قضى دعوا ربهم تبارك وتعالى أن يتقبل منهم صومهم وقيامهم ستة أشهر، فكانوا يعيشون عامهم كله مع هذا الشهر. نعم، كان أحدهم يدعو ربه فيقول: اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان. هذا الشهر العظيم قد أقبل علينا بنفحاته وروحانياته، قد أقبل علينا ببركاته. نعم يا أمتنا الإسلام، فهل نحن قد تهيأنا للشهر وأخذنا الأهبة والاستعداد لقدومه بالطاعة والعزم على رضا الرب جل وعلا، أم أننا ما زلنا في غفلتنا؟ نعم أيها المسلمون، هذا الشهر العظيم جاءت الأدلة فيه تبين فضله، ولما لا، وقد خصه الله عز وجل بفريضة الصوم، هذه الفريضة العظيمة التي هي من أركان الإسلام التي تهذب النفوس وتنقيها وتزكيها وتطهرها من آفاتها وأضرارها. هذه الفريضة التي خص الله عز وجل نفسه بها وجعل عطاءها سرا بيده تبارك وتعالى، فقال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له
إلا الصوت فإنه لي وأنا أجزي به، فإنه لي وأنا أجزي به. وفي رواية أخرى يقول الرب جل وعلا: يضع طعامه ويدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. انظر، أي أن الصائم يترك كل ذلك من أجل رضا الرب تبارك وتعالى. ولذا جعل الله عز وجل عطاءه بيده. فانظر، إذا كان الكريم جل وعلا جعل عطاء الشهر بيده وهو أكرم الأكرمين، فكيف سيكون حال هذا العطاء وحال هذا الجزاء من رب تبارك وتعالى موصوف بصفات الكرم والجلال والجمال والكمال. نعم أيها المسلمون، هذا الشهر العظيم فيه تغفر الذنوب وفيه تغلق أبواب النيران، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك، فقال: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك فرض الله عز وجل صيامه، وفيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف ليلة، من حرم الخير فيها فقد حرم، أي هذا هو المحروم حقا، من حرم الخير في هذا الشهر وهو المحروم والله. ولذا في حديث آخر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم: احضروا المنبر، فاحضروه، فصعد درجة وقال آمين، ثم صعد الثانية وقال آمين، ثم صعد الثالثة وقال آمين. فتعجب الصحابة من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألوه عن السبب، فقال لهم: جاءني جبريل. سألوه عن سر تأمينه صلى الله عليه وسلم، فقال: جاءني جبريل عند الدرجة الأولى فقال: يا محمد، رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين. قلت آمين. وجاءني في الثانية قال: رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما حيا ولم يغفر له، قل آمين. قلت آمين. ثم جاء في الثالثة وقال: يا محمد، رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، قل آمين. فقلت آمين. فانظر كيف أن هذا الشهر هو شهر غفران الذنوب، هو شهر قبول الحسنات، بل وفيه تضاعف الحسنات وتفتح فيه أبواب الجنة، تتهيأ فيه للطائعين للصائمين. نعم أيها المسلمون، فإذا كان الحال كذلك، فمن أتاه الشهر المبارك وهذا الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغل فيه الشياطين ويمن الله عز وجل فيه بالمنح والعطايا، ويعتق في كل ليلة له عتقاء يعتق رقابهم من النار، نعم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، إذا كان الحال هكذا، فمن جاءه رمضان وخرج منه صفر اليدين ولم يغفر له فرغم أنفه وخسر والله خسرانا مبينا، فإنه مخذول حقا. فالموفق الذي ينتظر هذه الغنيمة وينتظر هذا الموسم، إنه من المعلوم أن التجار ينتظرون المواسم التي تروج فيها تجاراتهم، فيتهيئون لها ويستكملون ما ينقصهم من البضائع ونحو ذلك، ويعدون العدة لهذه المواسم، كما هو معلوم من أحوال أهل التجارات في الدنيا. فأهل التجارة الرابحة شأنهم كذلك، ولكن في التجارة التي لن تبور، في التجارة مع الله عز وجل، فينتظرون شهر الطاعات وشهر الحسنات على شغف يتهيئون له ويستعدون له، عسى أن تعتق رقابهم من النار.
نعم والله عسى أن ينظر الله إليهم، ومن نظر الله إليه لا يعذبه، عسى أن تكتب أسماؤهم في أهل الجنة وتحرم أجسادهم على النيران. فينتظرون بشغف شديد هذا الشهر المبارك ليصوموا نهارا ويقوموا ليلة، يصوموا نهاره صياما صحيحا، صياما صحيحا سليما حتى يشفع فيهم، ويقوموا ليلة ويقرؤون القرآن حتى يشفع فيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان في العبد. يقول الصوم: أي رب، منعته طعامه وشرابه وشهوته فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان فيه. هذا هو حال من يشفع فيهم الصيام ويشفع فيهم القرآن. نعم، منعته طعامه وشرابه وشهوته، والشهوة ليست مجرد الجماع، بل أي شهوة تجرك إلى المعاصي والمخالفات تجتنبوها. الصيام هو أن تمسك عما حرم الله عز وجل. إذا كان تعريفه الشرعي هو الإمساك عن المفطرات في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، نعم، فإن معناه والله أعم من ذلك أيضا. فإذا كان الله عز وجل أمرك في نهار رمضان أن تمسك عما أحل لك في غيره، وأن تمتنع عما أحل لك في غيره ابتغاء الأجر والثواب، فأولى ثم أولى أن تمتنع عما حرم الله في رمضان وفي غير رمضان. نعم، لأننا نرى من أحوال المسلمين عجبا، نرى أهل الانحراف والزيغ يتهيئون أيضا لرمضان، فيعدون الأفلام والمسلسلات يجهزونها له قبله بشهور، والبرامج المنحرفة الزائغة وما دفعهم إلى هذا وما شجعهم على هذا إلا كثرة من يشاهد انحرافاتهم في رمضان. نعم، فكثير من المسلمين ينتظر رمضان ويبحث عما سيعرض فيه هذا العام من أفلام ومسلسلات بثت الفجور والرذيلة وحاربة الفضيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويجلس المسلم وهو صائم أمام هذه الأشياء المنحرفة الزائغة التي أفسدت علينا حياتنا وأخلاقنا وأدت إلى ما وصلت إليه الأمة، فهل هذا هو توقير رمضان؟ فهل هذا هو الصوم الذي أمرنا الله به؟ هل هذا هو إجلال ذلك الشهر العظيم الذي ينبغي أن تعمر كل لحظة فيه بطاعة يتقرب إليها، يتقرب بها العبد إلى الله؟ بطاعة هو فرصة العبد ليراجع نفسه، ليتوب إلى الله، ليتوب إلى الله، ليكف ويرتدع. فيه يقال لباغي الخير: أقبل أقبل يا باغي الخير، هذه فرصته، فأكثر من الحسنات وأكثر من الطاعات. ويقال لباغي الشر: أقصر أقصر، كفاك كفاك عصيانا، كفاك مخالفة. ولكن ولا حول ولا قوة إلا بالله، تفاجأ ببغاة الشر يتهيئون في هذا الشهر ليعرضوا بضاعاتهم الكاسدة الفاسدة، وما شجعهم على هذا إلا كثرة إقبال المسلمين على هذه الأشياء، وإلا لو قاطعوها تعظيما لهذا الشهر وإجلالا له وإيمانا بالله واحتسابا للأجر لا كف هؤلاء وارتدعوا. فيا أيها المسلمون، هذا الشهر العظيم من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم نعم يا أمة الإسلام، هذا الشهر ينبغي أن نعقد الآن قبل قدومه ونحن على أعتابه، وقد هلت نسائمه وروائحه وما فيه من منح وعطايا لهذه الأمة المباركة المصطفاة. انتبه، ينبغي أن نتهيأ بتوبة صادقة
توبة صادقة، لسيما والأمة حالها كما ترون قد تسلط عليها أعداؤها وقد نزلت عليها العقوبات تترى، غلاء في الأسعار وانتشار للأوبئة وكذا وكذا وكذا، والناس يشكون حالهم. وقد علمنا وقلنا مرارا إن الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. جاءتكم الفرصة لتتوبوا إلى الله عز وجل وتتقربوا إليه حتى يرفع ويكشف عنا ما نحن فيه. نعم، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. جاءتنا الفرصة لنقبل في هذا الشهر على الطاعات ونعمر المساجد ونتلو القرآن ونتوب إلى الله جل وعلا ونتواصل ونتكافل ونتراحم كما ينبغي أن يكون حال المسلمين. فيا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شعبان، قد أضلك شهر عظيم شهر الصوم، فلا تصيره شهر عصيان، واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. وقد علمت فيمن مضى من سلف من أهل وإخوان وجيران، قد أفناهم الموت واستبقاك بعدهم، فما أقرب القاصي من الدان، فما أقرب القاصي من الدان. كم كان بيننا في عامنا الماضي من يصوم من المسلمين ويصلي معنا ثم ودعناه، وأنت لا تدري على من سيكون الدور ويلحق بهم. فيا أيها المسلم، تزود تزود هذا الشهر واستعد، فأنت والله لا تدري كم سيتبقى لك في عمرك من شهور رمضان. هو كفارة لما رمضان، لو كفارة لما بينهما إذا ما اجتنبت الكبائر. فيا أمة الإسلام، هيا بنا نتهيأ لهذا الشهر بتوبة صادقة، فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. نعم، حتى تطلع الشمس من مغربها. توبة صادقة واستعداد لرمضان وتهيئ بالطاعة والإيمان والذكر حتى يغفر الله لنا ويرفع الله عنا ما بنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فيا أيها الأحبة، ها نحن على أبواب شهر رمضان، موسم التجارة الرابحة مع الله عز وجل. في نهاره فريضة الصيام، وفي ليله القيام القيام. وكم يألم المسلم لما يرى من أحوال المسلمين كل عام. ففي أول الأيام، في أول أيام رمضان، تجد كثيرا من الناس يقبل على القيام، فإذا مضت أيام قليلة تجد أن الناس قد انصرفوا وعادت الحياة إلى سيرتها الأولى، أعداد تعد على الأصابع. فيا سبحان الله، لما نزهد في الطاعة ونزهد في قيام رمضان، لما نزهد في هذه الخيرات والمنح والعطايا. فيا أيها المسلمون، أعقدوا العزم على صوم صحيح تتركون فيه ما يغضب الله. كما قلت لك، إذا كنت تصوم وتمنع نفسك عما حل الله لك في نهار رمضان طاعة لله عز وجل، ألا تعزم على ترك ما حرم الله؟ أما تعلم أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة أن يدع طعامه وشرابه. نعم، فمن لم يدع قول الزور وسائر المعاصي والمخالفات، إذا كنت عاجزا أن ترضع نفسك عن ذلك، فقل لي بربك كيف استفدت من الصيام. إن الصيام مدرسة تربي النفس وتهذبها وتزكيها وتطهرها، فما شرع الله شريعة إلا وفيها من الحكم ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماء. نعم أيها المسلمون، فأنت ينبغي أن تبذل الوسع في تطهير هذه النفس وتزكيتها،
فتقف مع نفسك وقفة. إذا كنت حينما يدخل الفجر ويؤثر المؤذن تضع الإناء ولو على فمك، وإن كانت السنة أن تكمل شراب وتقف عن الطعام والشراب كما وحال المسلمين بفضل الله تعالى، فكيف تستبيح بعد ذلك أن تنم بين المسلمين أو أن تكذب أو أن تشهد الزور أو أن تشاهد المشاهد الإباحية المنحرفة الزائغة التي صنعها أعداء الإسلام لينحرفوا بهذه الأمة ويقتلوا الفضيلة وينشروا الرذيلة؟ كيف تسمح لنفسك بهذا؟ ألا تقمع هذه النفس؟ ألا تعلمها وتهذبها حتى إذا خرجت من الشهر كنت عبدا تقيا ورعا يقف عند حدود الله؟ وهي الغاية، التقوى هي الغاية من الصيام، هي الغاية من سائر الطاعات. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ليثمر الصيام التقوى، والتقوى هي أن تتقي غضب الله بفعل مراضيه، أن تقف عند حدود الله، أن تكون وقافا معظما لشعائر الله تبارك وتعالى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله على بصيرة تخشى عقاب الله. فالوصول إلى التقوى هو المقصود من الصيام، ولذا كانت علامة قبول الصيام أن تكون بعد هذا الشهر أنشط في الطاعة وأعظم في العطاء. فانتبهوا أيها المسلمون، نحتاج أن نفقه الصوم حقا وأن نفهم المقصود منه صدقا حتى نخرج من الشهر وقد تغير حالنا، فنتواصل فيه ونحضر القطيعة ونتكافل ونتراحم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تلاعله سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وما أحوج أمتنا إلى هذه المعاني في هذه الأوقات التي تفرقت فيها جموعنا وتباعدت فيها قلوبنا وتسلط بعضنا على بعض سبا وشتما وطعنا. والإسلام بريء من كل هذا، هو دين التعاون على البر والتقوى، هو دين التآلف، هو دين التراحم، حتى يرفع الله عنا ما نحن به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان. اللهم ارزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم ارفع عنها البلاء والغلاء والوباء، اللهم ارفع عنها الغلاء والبلاء والوباء. اللهم ألف بين قلوبها، اللهم ألف بين قلوبها وفرج كربها ويسر أمرها وحكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج كرب المسلمين في الشام والعراق وأهل السنة في سائر بلاد الإسلام. اللهم عليك بالروافض المجرمين ومن عاونهم يا رب العالمين، اللهم عليك بهم جميعا، اللهم احصهم عددا واحصهم بددا واجعلهم طرائق قددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تتوب علينا توبة نصوحة، وان تؤلف بين قلوبنا، وان تصلح احوالنا وتهدي رجالنا ونساءنا وشيوخنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.